تتخذ القاعدة ورديفتها داعش من القارة الإفريقية معقلا وخاصرة الرخوة لتمددها. أنشأت الأولى موضع قدم لها ورسمت الثانية واقعا أكثر سوداوية، ونتيجة لذلك أوقعت الرايات السود أفريقيا ضحية للإرهاب ولا منقذ لها من براثينه، خاصة بعد سحب عملية برخان قواتها بمنطقة الساحل. الانسحاب بحسب صحيفة واشنطن بوست أربكة دول الجوار وأعاد للأذهان خروج القوات الأمريكية والأطلسية غير المنظم من أفغانستان وما خلفه من تداعيات ميدانية ولعل إرهاسات انسحاب قوات برخان. توضح الصحيفة أنه دشنها تنظيم داعش بهجوم دموي شهدته منطقة ميانكا شمال مالي على الحدود مع النيجر. المتشددون تقول واشنطن بوست وسعوا مؤخرا رقعة هجماتهم من وسط وشرق إفريقيا ومن شمال موزمبيق إلى أوغندا إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية. الحديث عن المتطرفين في منطقة الساحل ليستدعي إحضار حركة الشباب في الصومال والتي لها هي الأخرى حركة انسيابية وقدرة على تنفيذ ضربات خاطفة، ما دفع بأمريكا إلى إعادة نشر قواتها هناك. المكون الإرهابي النشط ضمن مساحة شاسعة في منطقة الساحل وحوض بحيرة تشاد لا يزال من الصعب للغاية إزاحته. تضيف الواشنطن بوست الصحيفة قالت أيضا إن القاعدة الخلفية للإرهاب في منطقة الساحل سكنت بجوارها قوات فاغنر الروسية لتزيد من تدهور الوضع الأمني. أما ما تعيشه منطقة الساحل فهو سيناريو لعبة الكراسي التي يدور حولها اللاعبون ويجلسون عند جرس إنذار لتجد إفريقيا نفسها أمام تحديات أمنية متفاقمة مع تحول مناطق منها إلى ملاذات آمنة لجماعات إرهابية أتت من أفغانستان دول الشرق الأوسط، يرى الخبراء الأمنيون.